بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم أبو مريم التونسي. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة المتابعة اليومية للحمام. بقالنا كتير جدا ما بنعملش فيديوهات متابعة يومية للحمام وناخد منها المعلومات المهمة جدا اللي إحنا لازم ناخدها عن متابعة الحمام وإيه الحاجات اللي إحنا لازم نعملها أول ما نطلع للحمام. فإن شاء الله النهاردة في حاجتين هنعملهم مع بعض كده هنشوفهم عملي. أول حاجة في زغلول ميعاد فقسه النهاردة وما خرجش من البيضة لوحده والبيضة جاهزة إن هي تتفتح وإن الزغلول يخرج منها. والحالة التانية نتاية عليها البيضة بقالها 3 أيام أو 4 أيام وميعاد إن هي تبيضها النهاردة وما بيضتهاش لوحديها وإحنا برضو هنخرجها بإيدينا النهاردة وهنشوف إزاي بنخرجها عملي وهنتعامل إزاي مع النتاية دي ونتعامل إزاي مع الزغلول ده. يلا بينا دلوقتي نخش في الموضوع على طول. بس قبل ما ندخل في الموضوع اعمل لايك على الفيديو عشان الفيديو يظهر لكل الناس، ولو انت لسه مش مشترك في القناة انزل تحت الفيديو دوس على كلمة اشتراك، فعل الجرس اللي جنبيه عشان يجيلك اشعار بعد كده بأي فيديو بينزل على القناة جديد. ويلا بينا نخش في الموضوع ونشوف هنتعامل ازاي مع الزغلول وهنتعامل ازاي مع النتاية. بسم الله ما شاء الله، ده يوم الفأس بتاع البيضة. طبعا زي ما احنا شايفين كده البيضة ما شاء الله هي مشرخة واخدة رسمة المكان اللي هتتفتح منه. ان شاء الله هنحاول برضو نطلع الزغلول بايدينا عشان ما يكبسش ويموت جوه البيضة. نبدأ بسم الله كده، نحاول نفتح ايه البيضة كده للزغلول. اهي يا جماعة، تمام اهو يا جماعة الزغلول عايش جواها ما شاء الله. تبارك الله، قول ما شاء الله كده وانت بتتفرج. ما شاء الله تبارك الله، سبحان الذي خلق فأبدع فأذهل العيون. اهو يا جماعة الزغلول، كامل والحمد لله، ناشف خالص مفهوش اي حاجة. تمام اهو ناشف خالص والجلد بتاعه حتى الريش بتاعه مش مبلول زي ما المفروض ان هو يطلع من البيضه الريش مبلول. فطبعا لو كنا سبناه كان كبس على كده كانش هيطلع. اهو يا جماعه بص بنقشر ازاي اهو. طيب بص بقى الزغلول دلوقتي هيطلع دماغه بره اهو. بص بالراحة خالص بنتعامل معاه بالراحة خالص اهو الزغلول ما شاء الله. قول ما شاء الله، صلي على النبي كده وانت بتتفرج تبارك الله. طيب احنا كده طلعنا الزغلول، فاضل منه ايه؟ الجزء الخلفي بتاعه اللي هو الحبل السري جوه البيضة. تمام هنطلعه ولا لا؟ هقول لك لا مش هنطلعه. تمام احنا نسيب الحبل السري زي ما هو جوه. تمام وناخد الزغلول كده ونيجي في الطاجن بتاعه اهو الطاجن يا جماعة. تمام مفروش رملة وصدف مطحون، ونروح حاطين الزغلول كده في الطاجن. تمام وهنجيب بيضة فاضية أو بيضة بلاستيك نحطها جنبه كده عشان لما يقوم يتسند عليها. تمام كده وهنرجعه تاني تحت الأهالي تحت الحضانة. تمام يا جماعة كده أهو الزغلول تمام عايش أهوت، هنروح نحطه تاني تحت الحضانة عشان ما يبردش. بسم الله رجعناه بمكانه بالظبط. تمام كده الحضانة هيروح يرقد عليه ويدفيه عشان ما يموتش. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بعد ما عدى تقريبا حوالي 3 ساعات من ساعة ما طلعنا الزغلول من البيضة عايزين نطمن عليه دلوقتي. طبعا الاهالي شلت القشرة بتاعت البيضة هي يا جماعة ورميتها بره بره الطاجن. عايزين نطمن على الزغلول دلوقتي ونشوفه بصحة كويسة واتظبط وبقى قاعد كويس واقف في الطاجن كويس ولا في اي مشكله. تمام هنقوم دلوقتي النتايه من على الزغلول ونطلع الطاجن كده نبص فيه ونشوف الزغلول عامل ازاي. يلا نبدا مع بعض كده بسم الله بالراحه خالص كده عشان ايه النتايه ما تدوس على الزغلول وتعوره. اهو يا جماعه بسم الله بسم الله ما شاء الله، نقول كده مع بعضين ما شاء الله تبارك الله احسن الخالقين. الزغلول كويس جدا وقاعد في الطاجن اهو، وزي ما قلت لكم البيضه انا حاططها جنبه عشان يتسند عليها لو جه ميل كده ولا حاجه ما يقعش. تمام زغلول ما شاء الله اهو
صحه كويسه جدا، ما فيهوش اي مشكله، والاهالي كمان لبيته، احنا نرجعه تاني تحتيهم عشان يتدفى. تمام كده، زي ما شفنا كده يا جماعه، فتحنا البيضه وطلعنا منها الزغلول، والحمد لله البيضه كانت جاهزه جدا على ان هي اصلا تتفتح لوحدها والزغلول يخرج منها. بس انا ما بحبش اخاطر بحياه الزغلول، يعني انا اذا كان في ايدي ان انا اخرجه في اللحظه ديت بايدي وهو هيفضل سليم ما فيهوش مشكله هخرجه، ولا ان انا اسيبه يعني وما اسيبهوش ان هو يخرج لوحده ويكون في احتمال ان هو يكبس، حتى لو احتمال ده ضعيف جدا، يعني لو احتمال 10% ان هو يكبس او احتمال حتى 1% ان هو يكبس، مش هسيبه ان هو يخرج لوحده ويكبس جوه البيضه. تمام كده، فكان لازم ان انا اخرجه بنفسي وارجعه تاني تحت الاهالي. وطبعا الحمام الحمد لله راح رائد عليه، وطبعا حطيت البيضه اللي جنبه عشان يتسند عليها لما يجي يتعدل، يعني الزغلول ده هيزق الجزء اللي فاضل من البيضه القشره اللي تحت هيزقه برجليه، وهيطلع طبعا الحبل السري هيرجع يخش في مكانه ويتقفل عليه، وبعد كده قشره البيضه دي خلاص الحمام هيشيلها يرميها، الزغلول ده هيبدا ان هو يتعدل ويقعد عدل. فعشان يجي يقعد مع دول لازم يكون في حاجه يتسند عليها عشان ما يقعش، فاحنا بنحط له جنبيه بيضه فاضيه او بيضه بلاستيك عشان يتسند عليها وما يتقلبش. طبعا انا كنت محضن من البدايه بيضه واحده بس تحت القص دوت، ومحضن البيضه الثانيه تحت قص تاني. تمام كده، فطبعا الحمد لله الزغلول طلع وكويس جدا ما فيهوش مشكله، وطبعا رجعناه تاني تحت الاهالي والحمام رقد عليه بدون اي مشاكل. طبعا النتايه اللي هنا ديت نتايه عليها البيضه بقى لها 3 ايام تقريبا ناشفه، المفروض ان هي تبيضها ما بيضتهاش، فدلوقتي احنا هنشوف مع بعض ازاي نخرج البيضه ديت بدون اي مشاكل بدون ما ناذي النتايه. اول حاجه هنجيب قطاره كده فيها شويه زيت، اي زيت عندك، زيت زيتون او اي زيت اكله حتى. تمام، وهنيجي اول حاجه في فتحه المخرج، فتحه المجمع بتاعت النتايه، تمام، فتحه الاخراج اللي بتخرج منها البيض، تمام اهي، وهندخل بوز القطاره كده جوه الفتحه، وهنقط نقطتين ثلاثه كده، ننقط شويه زيت جوه، تمام، بحيث ان هي تلين معانا عمليه الخروج بدون ما تاذي النتايه وبدون ما تتكسر البيضه جوه او النتايه الرحم بتاعها يخرج بره. تمام، بعد كده بنيجي نشوف البيضه موجوده فين بالظبط، تمام، بنجس كده بنشوف البيضه مكانها فين بالظبط، وبنيجي عند اخر البيضه من تحت، تمام، من هنا، وبنبدا في ان احنا نعمل زي مساج كده لفوق ونزق البيضه لفوق، تمام، ونبدا مع بعض كده. البيضه مقلوبه جوه على فكره يا جماعه، وهو ده اللي مخليها مش عايزه ان هي تخرج. تمام، هنبدا ان احنا نقرب البيضه من فتحه المخرج بالشكل ده اهو، تمام، بالشكل ده كده يا جماعه اهي، بندفع لبره، بص انا بدفع من تحت هي بتظهر على فتحه المخرج وترجع تاني، ندفع ونرجع، ندفع ونرجع، تمام، تدفعها لبره كده وتسيب تاني، ما تضغطش مره واحده جامد عشان ما تكسرهاش. تمام، بندفع لبره ونسيبها اهو، نزق لبره ونسيبها، نزقها لبره ونسيبها، وهكذا. تمام، شغال معاها شويه ما تزهقش، تمام، لان احنا مش عايزين البيضه تتكسر جوه، وهي النتايه كده هتفضل البيضه محتبسه جواها ومش هتعرف تخرجها لوحديها، فلازم ان احنا نساعدها على خروج البيضه. تمام، بص هتلاقي بدا ان فتحه المجمع عندها بتفتح، تمام، احنا عايزينها تفتح واحده واحده، ما تفتحش مره واحده عشان الرحم ما يتقلبش ويخرج بره. تمام، ده كده زي مساج، انت كده بتضغط وتسيب زي مساج اهو لحد ما البيضه تبدا ان هي تخرج على الفتحه بتاعه المجمع. تمام اهو يا جماعه، طبعا هي بتبدا تخرج الزيت اهو اللي انا مدخله، تمام، تخرج سائل لزج كده بيسهل معاها عمليه خروج البيضه. تمام، البيضه بدات ان هي هتبان اهي، اهي يا جماعه البيضه طبعا شفناها مع بعض، برضو مش هنضغط مره واحده نخليها تخرج، لا، واحده واحده عشان ما نكسرش البيضه جوه، ما نعورش النتايه، ما نقطعش الرحم، ما نعملش اي حاجه غلط. طبعا النتايه اهو ما شاء الله البيضه اهي، تمام، وصلت للمرحله دي هتلاقي النتايه بتدفع معاك اهي. تمام، هنحط ايدينا تحتيها بقى كده ونخلي البيضه تخرج بالسهوله اهي. تمام، البيضه طبعا حجمها كبير شويه وممكن يكون ده السبب، او ممكن تكون النتايه ضعيفه شويه محتاجه فيتامين د عشان الاعصاب، او فيتامين بي 12 برضو عشان الاعصاب عشان البيضه بعد كده تخرج بسهوله. طيب هنا في اي مشكله؟
كده في اي مشكله. النتايه ما شاء الله مفيش اي حاجه، الرحم ما خرجش بره، الرحم ما اتقلبش، النتايه ما نزلتش نقطه دم، الحمد لله تبارك الله مفيش اي مشكله، الحمد لله النتايه اهي صحتها كويسه جدا ما فيهاش اي حاجه. تمام، هنديها نص قرص كالسيوم دي 3 اف بشري، وان شاء الله بالليل هديها سنتي سنتي من ابيكوزيم شراب بشري فيتامين بي 12 عشان ان شاء الله المشكله ديت تختفي معاها، ولو لسه في بيضه ثانيه هتبيضها. تمام، لو ما فيش فهو في الغالب اصلا لما البيضه الاولى بتحتبس جوه فتره ما بيكونش في بيضه ثانيه بعديها، بس برضو ان شاء الله لو في هنعرف، لو ما فيش هنعرف. تمام، اهي النتايه رجعها ثاني لدكارها ونشوفها مع بعض وهي واقفه في الباب بتاعها. وزي ما شفنا برضو النتايه كانت عليها البيضه بقى لها 3 ايام او 4 ايام ومش عارفه تبيضها، وكل الموضوع سهل جدا ان احنا نخرج البيضه بايدينا. مهما كانت صعوبه خروج البيضه لوحدها احنا هنعرف نخرجها بكل سهوله، بس المهم نكون مركزين وعارفين احنا بنعمل ايه كويس جدا. الموضوع يا جماعه سهل جدا وعن تجربه، انا بدل المره 2 و3 و10 اخرج البيضه من النتايه، والحمد لله مع الوقت اكتسبت الخبره ان انا اعرف اخرج البيضه ديت بدون ما اضر النتايه في اي حاجه. طبعا اول حاجه بنحط شويه زيت الاول جوه فتحه المخرج للنتايه، بعد كده بنبدا ان احنا نعمل زي مساج وضغط للبيضه لفوق بالراحه، بنضغط البيضه ونرجعها تاني، نضغط البيضه ونرجعها تاني، يعني بنفس الطريقه دي كده يا جماعه، بنزق البيضه من تحت. تمام، بنزق البيضه من تحت عشان تطلع لفوق كده ونسيبها ترجع تاني، نزقها تطلع لفوق كده ونسيبها ترجع تاني، نزقها تطلع لفوق ونسيبها ترجع تاني. الموضوع ده بيعمل تليين للعضله، العضله القبضه بتاعه فتحه المخرج، فبيخلي العضله دي تلين شويه مع الزيت اللي احنا حاطينه، بيخلي ان البيضه تبدا تروح وتيجي بدون ما تكون لازقه في الجلد من جوه، وبدون ما العضله دي تتهتك او الرحم من جوه يتهتك ويتجرح. تمام، ففي الاخر الحمد لله بنزق البيضه للاخر وبنبدا ان احنا بنستلمها بايدينا بدون اي مشاكل. لو الرحم خرج معانا لبره بنحط عليه بتدين ونزقه تاني لجوه، يعني لو الرحم ده خرج معاك لبره، الجلد ده خرج معاك لبره او الجرح، بتحط عليه بتدين نقطتين بتدين كده وتزقه لجوه ترجعه تاني مكانه، وبتسيب النتايه في الباب بتاعها او في العين بتاعتها وتحط لها البيضه تحتها عشان ترقد عليها. تمام، اهم حاجه بقى ان احنا بعد ما خرجنا البيضه ورجعنا النتايه لمكانها هنتعامل معاها ازاي. هنبدا اول حاجه ان احنا نديها كالسيوم عشان لو عندها نقص كالسيوم، هنبدا ان احنا نجيب قرص كالسيوم من الدي 3 اف بشري. تمام، ده كالسيوم دي 3 اف بشري، وهنكسر القرص نصين بالشكل ده كده. تمام، وهنيجي نجيب النتايه، ادي النتايه اهي، وهنفتح بق النتايه كده وهنديها النص قرص دوت في بقها بالشكل ده بسهوله جدا مفيش اي مشكله. تمام، خدت النص قرص كالسيوم نرجعها تاني، رجعناها تاني للباب بتاعها. بالليل بقى باذن الله نديها سنتي ابيكوزيم شراب بشري فيتامين بي 12 في بقها، سنتي ابيكوزيم شراب بشري فيتامين بي 12 في بقها. طيب، في حاجه ثانيه ممكن نستخدمها اللي هي حقن، ودي بتكون اقوى شويه واسرع شويه. حقن بيكوزيم بشري هنديها 3 شرط بالسرنجه العاديه او 30 شرطه بسرنجه الانسولين كل يوم في لحم الصدر او في جلد الرقبه، والافضل في لحم الصدر، لمده 5 ايام، والكالسيوم ده برده هيكون لمده 5 ايام، وان شاء الله المشكله دي مش هتتكرر معانا تاني. تمام كده، فبكده اكون خلصت الفيديو دوت، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه، فعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على القناه بعد كده جديد، وكمان ما تنساش تعمل مشاركه الفيديو عشان تفيد غيرك بيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.